تعال نقول لكم الارقام الاول، وبعدين يا ريت تجيب لي حتى الصحفي الجميل دكتور عمرو عبيد اللي عملها على التليفون يقول لنا ايه المعايير اللي سند اليه. يعني هو جاب الاهلي وجاب الزمالك الشوط الاول، الشوط الاول الاهلي سدد، الاهلي سدد تسديدات عامه 3 مرات في الشوط الاول. في الشوط الثاني الاهلي سدد 14 مره. شوف التحسن بتاع الاهلي. لا خلينا نمسك الاول، والاول الاهلي وزمالك. طيب الشوط الاول الشوتنج العام بتاع الاهلي بره المرمى او على عامه 3 مرات للاهلي في الشوط الاول، وللزمالك 3 مرات برضو في الشوط الاول. في الثلاث مرات دول جاب جولين الزمالك، جاب جولين من الثلاث شوطات دول بالظبط. الفرص او حتى التسديد في الشوط الثاني بقى، الشوط الثاني الاهلي سدد 14 مره، الثلاثه بقت 14، يعني في تحسن كبير في اداء الاهلي الشوط الاول على الشوط الثاني. طب الزمالك الشوط الاول سدد 3، الشوط الثاني سدد 4. الزمالك عنده سبع مرات شوتنج في المباراه، الاهلي عنده 17. الفرص اللي اتصنعت، الاهلي في الشوط الاول صنع فرصتين، والشوط الثاني صنع 5 فرص. فالاهلي عنده في هذه المباراه 7 فرص للتسجيل. الزمالك عنده 3 في الشوط الاول سجل منهم الجونين، وواحده في الشوط الثاني. يعني اجمال المباراه الاهلي 7 فرص، الزمالك جاله 4 فرص سجل جولين، الاهلي جاله 7 سجل واحده. سجل واحده. اه. اذا في عدد مرات التسديد طوال المباراه الاهلي متفوق بكتير. في عدد الفرص الاهلي متفوق بكتير. حتى في الشوط الاول. ما انا بكلمك. بص بقى، في الشوط الاول الاستحواذ. مين اللي استحوذ على الكوره اكتر؟ الاهلي في الشوط الاول اللي هو كان وحش قوي استحوذ على الكوره 62% من وقت الشوط الاول، مقابل 38% فقط للزمالك في الشوط ده، اللي هو كان الزمالك او حللوا ان الزمالك افضل من الاهلي في الشوط الاول. الشوط الثاني الاهلي ال 62 اتحسنت ل 71%. تراجع الزمالك خالص. تخيل انك ماسك المباراه ل 29% 71%. اه، والزمالك تراجع خالص لنسبه 29%. اجماليها الاهلي في المباراه 66.5% والزمالك 33.5%، يعني تقريبا الضعف بالظبط. اذا المهزوم يعني سدد 17 مره وعلى المرمى 5 مرات وله 7 فرص، استحواذه 66.5%. الفائز التسديد 7 مرات نصف الاهلي. لا نصف ايه ده، الاهلي 17 هو 7. طيب اللي على المرمى 3 جاب جولين، الفرص 4، الاستحواذ 33.5%. الضربات الركنية، الأهلي في الشوط الأول عنده 4 ركنيات، الزمالك عنده ركنية واحدة جاب منها جول. اه، الأهلي عنده 8 ركنيات في الشوط الثاني، الزمالك برضو عنده ركنية واحدة. العرضيات، الأهلي عمل الشوط الأول 9 كرات عرضية في الشوط الأول و11 في الشوط الثاني، الزمالك عمل 4 في الشوط الأول و4 في الشوط الثاني. يعني حتى في ظل النتيجة الأهلي في الشوط الأول أكثر فاعلية. طبعا 8 عرضيات، 11 عرضية مقابل 4 للزمالك. التمريرات الصحيحة بقى للأهلي 203 تمريرة صحيحة في الشوط الأول، و185 تمريرة صحيحة للأهلي في الشوط الثاني، في مقابل 122 للزمالك في الشوط الأول و56 فقط للزمالك في الشوط الثاني. دي التمريرات الصحيحة. الإجمالي بقى في المباراة 388 تمريره صحيحه للاهلي و178 تمريره صحيحه للزمالك. هتلاحظوا انه في معظم الاجمالي في كل حاجه الاهلي ضعف الزمالك في هذه المباراه اللي الاهلي خسرها، ما عدا الاخطاء الفاولات اللي عليه. الفاولات اللي عليك، انت عليك في الشوط الاولاني 5 اخطاء، وعليك في الشوط الثاني 10 اخطاء، عليك 15 خطا. الشوط الزمالك 14 الشوط الاول، 13 الشوط الثاني، 27 الزمالك في مقابل 15 للأهلي. لكن زمن المباراة يظل النقطة المهمة جدا. المباراة دي وقفت كتير قوي، تقريبا قمة الملل. الوقت الحقيقي اللي اتلعبت فيه كورة في ماتش القمة ده وقته قد ايه؟ معنا على الهاتف الزميل العزيز الدكتور عمرو عبيد،
محلل الأداء الإحصائي في مجلة الأهلي. يا دكتور عمرو أهلا بيك. تأخير أستاذ إبراهيم، تأخير أستاذ عدلي. دكتور عمرو، إزي حضرتك؟ الإحصائية دي إحنا قلناها على مسؤوليتك. لا طبعا تمام. فلابد إنك أنت تطمن السادة المشاهدين الآليات اللي وصلتك لهذه الإحصائية ومدى دقتها. حضرتك احنا شغالين في الموضوع ده يعني من 10 سنين تقريبا، يعني سواء في مجله الاهلي وكنت قبل كده في جريده مصر اليوم. معانا بنستخدم البرامج الحديثه في تحليل المباريات، وطبعا الماتش بيتحلل مش دقيقه بدقيقه، لا ثانيه بثانيه، يعني كل ثانيه في الماتش بيبقى فيه كاونتنج لكل الاحصائيات اللي موجوده في المباراه. فطبعا الارقام سليمه جدا 100%، وده بقول لحضرتك يعني بقالنا 10 سنين شغال في الموضوع. يعني عايز اقول الاليات لا تحتمل الخطا باذن الله. طبعا ان شاء الله. طبعا طبعا. طيب وانت يعني بتحلل، كلنا بشر ولنا مشاعر وانتماءات، لا يؤثر عليك يعني انتمائك في انك انت تهرب منك معلومه او رقم؟ لا طبعا، لان مش انا لوحدي اللي بحلل، لان احنا تيم كامل شغال في يعني المباراه نفسها، مش بيبقى ممكن واحد او اثنين، وساعات بتبقى اربعه كمان اللي بيحللوا المباراه. اذا الارقام بالذات لا تكذب يعني، وبعدين دي عايز اقول لك ان الدكتور عمرو ده دكتور اورام في طنطا. دكتور اورام يا دكتور مش كده؟ تمام يا استاذ ابراهيم. تمام، يعني عنده دقه برضه علميه. طبعا الدكاتره دول بارعين في كل مجال. ربنا يخلي حضرتك يا باشمهندس. انما انا عايز اقول حاجه، انا ليه بسالك كل الاسئله دي؟ ان الناس تكون مطمئنه للرقم المفزع اللي هنقوله دلوقتي، اللي مأجلينه لحد ما حضرتك تعمل هذه المداخله، لان انت سيادتك رصدت لنا ان زمن مباراه يا جماعه من 90 دقيقه غير الوقت المحتسب بدل من ضائع قد تصل الى في المباراه دي 96 100 دقيقة بالضبط. ايه؟ 100 دقيقة. 100 دقيقة في الشوطين. الشوط الأول وخمس دقايق في الشوط الثاني. بالظبط. طيب تخيلوا مباراة من زمن اللعب الفعلي الشوط الأول للأهلي 13 دقيقة، والشوط الثاني 12 دقيقة و47، بإجمالي 25 دقيقة ونص. الأهلي كان ماسك وبيلعب كورة إن بلاي في الملعب لمدة 25 دقيقة من ال 100 دقيقة. ياه، ده الأهلي كان وحش قوي. طيب الزمالك بقى في ال 100 دقيقة دول لعب الشوط الأولاني 9 دقايق و13 ثانية، والشوط الثاني أيوه 6 دقايق و35 ثانية، بإجمالي 15 دقيقة 48، يعني 15 دقيقة ونص. يعني الأهلي لعب 25 دقيقة والزمالك لعب 15 دقيقة ونص، والزمالك لعب 15 دقيقة ونص، يبقى الفرقتين الكورة كانت ان بلاي في ال 100 دقيقة لمدة 40 دقيقة، فحكم احتسب 5 دقايق شوط أول وخمس دقايق شوط ثاني، وكان الحكم نجم المباراة وخرج بها لبر الأمان. تخيلوا مباراة من 100 دقيقة تصفى على 40، تقف 60 دقيقة، 60 دقيقة ما بين ايه بقى؟ انت اعتمدت على اتفضل يعني حاجات كتير. اشرح لنا يا دكتور، اشرح لنا يعني الاستوب واتش اللي انت استخدمته، يعني اصله فكرة انك انا هفكره هنا بس. هو كاتب ايه؟ الكورة بره الملعب، اصابات، تأخير لعب الكورة، الاوت، حتى تنفيذ الاخطاء كمان، يعني مثلا في فاول لصالح فريق، طبعا غالبا المفروض ان الفريق المهزوم بيحاول يلعب اسرع، الفريق الكسبان اللي بيحاول يضيع وقت. المباراه فيها 64 خطا تقريبا. 30 ثانيه. رميه التماس نفس القصه، الركنيه، ضربه المرمى، التغييرات. الكابتن جنش يعني كان متخصص في اهدار الوقت ببراعه. جنش لوحده هتلاقيه عنده نص ساعه. الانذار اتاخر قوي، يعني يمكن لو الانذار كان بدري شويه كان لعب اسرع من كده. فطبعا كل الحاجات دي، طبعا هو حضرتك يعني مستحيل مثلا يدي الشوط الاول يحسب مثلا ربع ساعه وقت بدل ضايع. هي يعني الفكره كلها. طب انا اسالك سؤال، في الماتشات اللي فوق المتوسط معدلات اللعب بتبقى برضو كده 40 دقيقه في ال 90 دقيقه؟ اهو شوف، لا لا لا، ضربه جزاء واضحه يا اخوان. انت عارف ان استؤلف اللعب ده بفاول على الاهلي؟ استؤلف الاهلي باذن الله. ايوه، عشان الانذار. جايبين جزء من يعني حاجه من الدوري الاماراتي،
اتحاد الكره في الامارات من سنتين. كان متابع طبعا الماتشات وعنده تيم كامل في اتحاد الكوره بيحسب الزمن اللعب الفعلي. فهناك اللجنه الفنيه اعترضت على 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 الوقت، لان الوقت كان قليل جدا، التمرين ضاعت وقت كتير جدا، احضار للوقت الكوره مش ان بلاي زي ما حضرتك قلت. فعملوا من سنتين يعني جلسات وورش عمل زي ما بيقولوا للحكام وحتى للانديه كمان، لان هم عايزين يرفعوا زمن اللعب الفعلي بالنسبه للكره الاماراتيه، حاجه لتطوير الكره في الامارات. ونجحوا في ده فعلا. يعني كان اعتراضهم ان الكوره في استحواذ الفريقين، الكوره مع الفريقين سواء هنا او هنا، ما كانتش بتتعدى 60 دقيقه، فاعترضوا. ده وقت قليل جدا، يعني في نص ساعه محضره، ده رقم كبير. فكانوا عايزين يعلوا عن كده كمان، يوصلوا يعني معدلات تقريبا بيبقى مثلا حوالي ممكن 65 او 70 دقيقه، فده رقم معقول، يعني ممكن يبقى الفريق معاه الكوره المفروض انه اكثر من 30 او 35 دقيقه. انما ينزل يعني الرقم الطبيعي، الرقم الطبيعي 70 دقيقه. الرقم لمباراة كرة محترمة ما يقلش عن 70 دقيقة، 60 أو 70 دقيقة المفروض طبعا. وطبعا أوروبا، لكن لما يبقى 40 يبقى بره الأمان قوي. هو أنا بقول لحضرتك معلش عايز أوضح النقطة دي، إن هو يعني أكيد ما فيش حكم هيحسب ربع ساعة كل وقت يعني كل شوط كوقت بدل ضايع، بس هو يعني المطلوب منه إنه لا يسمح بإهدار كل الوقت. أيوه هو مفيش حكم بيحسب، مفيش حكم بيحسب كل الوقت البديل، لكن الحكم من مهامه الحفاظ على وقت المباراه، لازم الوقت انه ما يسمحش باستهلاك اللعب او الوقت بالشكل ده، او الحاجات الواضحه جدا. ما انت ما تجيش تعالج لي لعيب جوه الملعب تاخد لي خمس ست دقائق لوحده وبعدين ما يتحسبوش، او ضربه جزاء تحتسب فاللعب يقف ثلاث دقائق عليها او دقيقتين، واخد بالك؟ يعني هو المقصود، احنا بنشكرك جدا يا دكتور، كان مهم المداخله طبعا الستوب واتش بتاعك اللي انت عملته ده لا يرقى لاي شك. لا حضرتك ده بتحسب وقت اللعب، الكلام يعني بديهي اصلا بيتعمل في كل حته في العالم دلوقتي، يعني والناس المتخصصه في الشغل ده فاهمه ايه اللي بيحصل وعارفه ان الكلام ده حقيقي، لان القمه 116 وقتها 40 دقيقه فقط. 40 دقيقه بالظبط، انا لعب وقت اللعب فيها 40 دقيقه، كان اللعب الفعلي 40 دقيقه فقط. طيب هو احنا بعد ما نشكر الدكتور عمرو، شكرا يا دكتور عمرو، بنقول شكرا جزيلا للدكتور عمرو. الهدف من هذه الاحصائيه احنا لينا كان اولا، هو احنا الاهلي كان وحش قوي كده ويستحق الهزيمه والتقريع ده كله، ولا في النتيجه اثرت على احكامنا ومشاعرنا واحكام ناس كتير؟